مباراة كبيرة من طرف الفيصلي وأيضا مباراة كبيرة من طرف الأهلي بعيدا عن نتيجة المباراة. شوف الفيصلي تعامل حقيقي بذكاء مع المباراة، حتى الفرص اللي اتيحت لها في يمكن الشوط الثاني استثمرها بشكل جيد. هذا ثالث انتصار على التوالي للفيصلي. الفيصلي بدأ يستعيد قواه ومستواه المعروف عنه في المواسم السابقة، بداياته ما كانت جيدة، لكن وجه الفيصلي الحقيقي يعني شفناه في المباريات الثلاثة الأخيرة، آخرها اليوم أمام الأهلي. الأهلي استمرار حقيقة، يمكن رغم العطاء للجميل لكن استمرار أيضا للتفريط في النقاط، التفريط في المباريات. ما أقول أنه يمكن خروج خبراني كان له تأثير كبير على مجرى المباراة، على دفاع الأهلي. الفرص الضائعة والغريبة حقيقة، يعني أنت لا، هذه كرة القدم يعني تهدر فرص تأكد أنك حتستقبل الأهداف وقد تخسر المباراة. اليوم فرص غريبة جدا خاصة من طرف اللاعب عمر السومة، واضح أنه التركيز الذهني غير جيد بالنسبة للاعبي الأهلي خاصة أمام المرمى. ممكن يكون في ضغوط، ممكن يكون فيه أشياء لا نعرفها، لكن مثل ما قال أبو تركي فعلا الله يعين جمهور الأهلي حقيقة، يعني في هالموسم والمواسم يمكن السابقة الأهلي فرط في هالموسم بشكل كبير جدا، كل الفرص تتاح له ليتقدم في سلم الترتيب لينافس ويقدر يبعد. يمكن الظاهر 4 جولات أو 5 جولات فرط في الصدارة كانت مع الهلال، كان الهلال يتعثر والأهلي يتعثر. وأذكر أني قلتها هنا أنه لما الشباب خطف الصدارة من الهلال قلت له أنه تأخرت كثير هالمسألة، لأنه الهلال فعلا كان قاعدين يساعدونه الفرق الأخرى، كل ما يتعثر يتعثر المنافسين خاصة الأهلي. مباراة جميلة جدا يعني للي يبغى يتابع كرة قدم ويشوف المستوى فني جيد، لكن بالتأكيد أنها حزينة على عشاق الأهلي.